أحب فريير تربية صغار جولون في بانهام. ترى هل هذان من نسل الجولون الذي أحضره إلى هنا منذ زمان؟ هذا يفسر وصولهم للصحراء. هدية أخرى لعفاريت الظلام. فريير، لنعد لقصتك عن فريير. أقلت إنه إذا كان بنى جدار أسغارد في الوقت المحدد كان سيقابلك؟ أجل، لقد بناه بالفعل، فذهبت إليه غير عالمة بما وعد به أو ما كان توقعه، بخنجر في ردائي تحسبا. ذلك البناء الذي كان عملاقا متخفيا كان اسمه ريمثور. لقد ابتسم عند رؤيتي، وكما قلت همس في أذني. قال إن الإيثير قد قتلوا أباه وأراد التأكد أنهم سيحترقون جزاء لذلك ذات يوم. أخبرته إنني من الإيثير أيضا الآن، فنظر إلي كأنه كان لديه علم أفضل وأكمل حديثا. قال إنه وضع ثغرة هيكلية خلف برج عالم آسكار. كنت أعلم، كيف نستفيد من ذلك؟ لن نفعل. قال إن سورتر سيعرف ما يلزم فعله ولو سورتر يقترب من جدار أسغارد. ثم بدأت راغناروك. أجل، اللعنة. تمنيت أن يمنحنا الأمر طريقا آخر. كيف أصبح هذان الجروان مربوطين في الزلاجة؟ أجربت الطيران في عاصفة رملية؟ أتخيل أن فريير أظهر لعفاريت الظلام إمكانية تدريب الجولون على سحب المحاريف. لابد أنهم وجدوا استخدامات جديدة لهم فور وصول العاصفة. أظنهم يجهزون الآن للمساعدة في سحب المحاريف. فريا، أتساءل لما كان فرير مبجلاً للغاية هنا منذ لحظة وصوله؟ حسناً، أولاً لم يكن هذا وصوله الأول. لا يعلم هذا إلا القليل، لكن فرير كان من أوائل زوار ألفهايم مع بداية السفر عبر العوالم. هذا قبل عصري بقليل، احكي ذلك. اعتقدنا لفترة طويلة أن جميع العمالقة قد ماتوا في الفيضان، حتى ظهر أحدهم في بانهام. كان اسمها جير، وقد جاءت وعرضت أن تعلمنا أسرار السفر بين العوالم باستخدام ضوء بايكوس. فلنكتفي الآن، ركزوا. لما تتثاءب؟ بحكم العادة على ما أظن، لأنني لم أعد أنا. لكن من المحير جدا أنني الشخص المتعب رأيتك تظل مستيقظا لعدة أيام دون أن يغمض لك جفن.
ولا غفوة حتى. الآلهة لا تغفو. قل ذلك لثور. تشبه القيثارة. يمكنني عزف ألحان جميلة. لا أعرف، وأفضل أن يبقى الأمر كذلك. هذه هي القرابين. تفضلين أن نحتفظ بها؟ افعلوا ما تريدون. إذا لم يتكبد فريير عناء أخذها عندما غادر ألفهايم، فلن يمانع في أن نبيعها للأسان. فريا، أتمانعين إكمال القصة عن أخيكي؟ ذكرت مجيء أحد العمالقة إلى فانهايم ليعلمك البايفروغ. أجل، جاب. فتن فريير بها على الفور. كان يود دائما التنقل بين العوالم، وقد جاء من يعلمه كيفية فعل ذلك. وبدأ الاثنان في التنقل، واستكشف شجرة العالم من الجذور للأفرع. ولكن في يوم حان موعد رحيل جير، تحطم قلب فريير وقرر أن يفعل شيئا مبهرا لكسب ودها ثانية، فسعى أن يعيدها إليه بأفضل البادرات. كان يريد أن يكون أول من يجد مصدر ضوء بايفروست الصعب المنال، ونجح بالفعل رغم أنها كانت مصادفة. اعتقد فريير أن تناول مزيج فعال من أعشاب الفانير يساعده على التنقل بشكل أفضل. كان بارعاً في التنقل، ونجح في الانتقال مباشرة من شجرة العالم إلى بحيرة الأرواح. كفى كلامي الآن، استعدوا.
أقدر ذلك. أي شيء لفريا؟ أتمنى أن تعجبك. ماذا تحتاجون؟ بحاجة لشيء ما؟ وملكة الفالكري؟ أيفتح هذا القفل دون إتلاف الكتاب؟ تود العفاريت في معسكر فريير قراءته. أتقول كتاباً مقفولاً؟ يا للغموض وقفل عفاريت؟ مشوق. لو أصدقاؤك في فانهايم يريدون هذا سأفتحه وأرسله مصحوباً بتحياتك. ثنائي جميل. مناسب. حصولك على درع جديدة ليس معناه أن تعرض نفسك لضربات أكثر. بخصوص قصة أخيك، أقلت إنه تجول من شجرة العالم إلى بحيرة الأرواح؟ صحيح، لم يرى العفاريت أحداً يخرج من البحيرة من قبل، فلفت انتباههم. هذا مضحك للغاية. لا أعلم إن كان قد مارس أساليبه الساحرة معهم أم أنهم افترضوا أنه إله عظيم، لكنه بالطبع لم يخذ هذه الرحلة بحثاً عن المسؤولية، لذا لم يبقى هناك كثيراً. ومع ذلك نقل الكثيرون أسطورة ظهوره عبر العصور، واستمرت هذه الأسطورة حتى بعد الانقسام العظيم،
في ذاكرة عفاريت النور والظلام. لذا عندما عاد أخيراً كانت له مكانة فريدة جعلته يكسب ثقة الجانبين ويعقد هدنة بينهما. ولكن المشكلة هي أن الجانبين وثقا به فقط، لذا ما كان السلام ليستمر إلا بوجوده. مع استمرار الحرب الطويلة دون أي نهاية، أعتقد أن خلق أي نوع من السلام كان فكرة لا تقاوم بالنسبة له، حتى لو تطلب ذلك منه الحب. حسناً أخي، قبل أن ترى هذا الفتى لنتناول أسلوباً ما. سيخبرني أين كان. هذا هو أسلوبي. دبلوماسية أسبرطة المعهودة. مهلاً، أقلت إن أودن دعاه إلى آركام ثم اختفى لمدة يومين؟ أجل، لكن هذا الفتى أذكى منه. لا تستهن أبداً بقدرة أودن على الإقناع. لقد ملأ عقله بالأسلوب. لما لا يفعل الأمر نفسه مع ابنه؟ وأخبر ذلك اللعين ذا العين الواحدة بأنه مدين لي. تبا لك الآن وإلى الأبد. ما لدي؟ أهلا، تسعدني رؤية الجرس. موضوع السناجب الطيفية هذا، أيمكنك تفريغ مشاعرك في أشباح صغيرة؟ أظن هذه طريقة غير مهذبة لصياغة الأمر. نسخ الطيفية هذه جوانب من شخصيتي أجدها مشتتة للانتباه على الأفضل. لا تمكنني فقط من الاسترخاء والتمتع ببعض راحة البال المؤقتة، بل تمكنني أيضا من رؤية ما يجري خارج الشجرة. لما لا تنظر بنفسك؟ بصفتي الحارس الأبدي للشجرة يجب ألا أغادرها. هكذا الاتفاق يستحق العناء لقرون من العمر المديد. يمكنني هيئاتي الطيفية من رؤية العالم الخارجي من خلال زوايا ملونة. إنه أحد الأوصاف. هذا الجانب من شخصيتك لعين حقا. أنا أقف هنا أيها المصر. كنت لأعتذر نيابة عنه، لكن ما الفائدة؟ عودوا في أي وقت. أتتحدث إلى السناجب الآن؟ على أي حال، أنا وضعت سحر هنا السلال الخاص بك في قوس الصغير، لكن بعد ذلك تجادل هو وسندري بشأن شيء ما. لا أعرف من يصرخ في من بالداخل، ولكن كلاهما مخطئ. حسناً، هيا يا تهير استيقظ، لديك زوار، والآن لتتصرفي على راحتك وكأنك في بيتك في مكتب. أقنعه بالتعقل ولتكن مجديا.
إذن لقد عدت. مستعد لتجيبني؟ عن ماذا؟ إلى أين ذهبت؟ من قابلت؟ أكان أودن؟ ماذا؟ أذلك ما تظن؟ هل تنكر؟ أجدني! أذهبت إلى أسغارد؟ لا! بالطبع لا! لكن ماذا لو فعلت؟ إنه مستقبلي، حياتي! أنتبني! إذن لماذا لا تثق بي؟ إن أردت الثقة فأخبرني الحقيقة! الحقيقة أنك تتصرف بحمق! بني! تغيير رأي المرء ليس سهلاً! لا يثق بي على الإطلاق! لا بأس بأسراره وأيضاً بأسرار أمي! بل هناك بأس! أسرارها تطاردني في كل خطوة! أوه حسناً! لم تعد تؤمن بها أيضاً؟ هذا لا يخص والدتك! ما ارتكبته هو الكذب! ترى ممن تعلمت! إن هذا يكفي الآن! منذ متى وأنت دائماً في صفه؟ منذ أن أصبح من يتحلى بالمنطق! اسمع، أنا كنت أفكر في الذهاب إلى أودن، لكن هذا لسبب وجيه. لا يوجد سبب وجيه للذهاب إلى أودن. فقط سيربك عقلك. لكن هذا من أجلنا، علي أن أمنع حدوث شيء سيء. وقع شيء سيء فعلاً، انظر إليه، إلى فريا وتير. أودن فعل بنا هذا. ما الجلبة التي تحدثونها جميعا فجأة؟ أتريوس يريد زيارة أسغارد. أسغارد؟ هل أصابه خبل ما؟ عظيم، جميعكم ضدي الآن. عليك أن تختار من تريد أن تكون. هل ستواصل إخفاء الأشياء عني؟ أم ستكون ابني؟ أختار؟ لم يتح لي الاختيار، فلتدعني وشأني. اسمع. اتركني! قلت اتركني! الجحيم! أتريوس! أنا سندري! تتحكم في نفسك وحسب! برد قارس والكثير من جنود هل، لابد أن هدفي ميدغارد. واصلوا هجماتكم لأبقى دافئا. أجل يا ريا العزيزة، هذه الكائنات متى ساءت الأمور هكذا؟ علي إيجاد مأوى. يابا! على الأقل شيء هنا لا يريد قتلي. فقط أحتاج لمكان دافئ. بعدها سأعرف إلى أين سأذهب. هذا لا يبدو جيدا. ما هذا الشيء؟ أهو شبح؟ Ah!
ما الذي تريده؟ غربانين أخرى، أتحاولين إخباري شيئا؟ يظن أنني زرت أسغارد ثم يكذب. أحاول إنقاذ حياتك يا أخرق. علي الاحتماء من البرد. يافا! إن ذهبت إلى أسغارد فسأتبع النبوءة التي يموت فيها أبي، لكن إذا بقيت محبوساً في الديار لن أستطيع إيقاف ذلك. أظن أنني على الأقل في أسغارد سأتمكن من مراقبة أودن. أتجسس وأعرف خطته وأحكم سيطرتي. أو من أخدع؟ يستحيل الذهاب لأسغارد. مهلاً، أهذه أوراق حمراء؟ منزل فريا. أوه لا، تشارلي. أوه لا تشارلي، رجاءً رجاءً تشارلي. أهلاً
أهلا يا صاح، أنا هنا الآن، لا تقلق. علي تدفئتك، عليك أن تنهض لأدخل المنزل، أيسعك ذلك؟ هيا يا ترولي، فلتفعل هذا. لن أساعدك إن لم هايملي. هايملي. أحسنت. إنها فوضى. أعلم يا صديقي، أعلم. الطقس بارد هنا. ألا تطمئن فريا عليك؟ صحيح، إنها مشغولة في مطاردتنا. هيا لنقم بتدفئتك. سنشعل النار من كل هذه الفوضى. هل هذا لبالدور؟ كيف استطاع أبي أن يكسب عفوها؟ درع فالكري، أتتماشى مع الأجنحة على الجدار؟ من صديقتها؟ أتساءل ما حدث لها. لا أصدق أنها لم تحضر لتطمئن على منزلها أو عليك. هذا ليس عذراً. على الرحب. أين أذهب الآن؟ أنا لن أبقى، ولا يسعني ترك أبي يموت. لابد أن هناك ما أفعله. أظنه هنا من أجلي. سأكون بخير أظن. حسناً، أنا مستعد. خذني إليه. كان علي تعلم السباحة قبل تجمد ميدغارد. مرحبا، أنا هنا. أودين يا طائر، ها
هذه أسغارد؟ مع الجدار، هذه هي أسغارد. انتظر، أنا قادم. أوه، لا تبدو ودودا. يابا! المكان جميل هنا، لا أثر للشتاء العظيم. علي التقدم نحو الجدار. لما لم تقودني حولهم؟ أجل، خطر، أعرف. أعلن، أراهم. شيئا بهذا الجنون من قبل، لكن لو هذا ما سيغير قدر أبي، ماذا سأقول لأودن؟ أهلا، جئت لأكون تلميذك، لكن هذا لا يعني أنني أخدمك الآن. ليس حسب نبوءة تم التنبؤ بها. أظن أن الجانب الآخر من الجدار أكثر أماناً. لحظة، كيف سأجتاز الجدار؟ لم يذكر ميميل ذلك في قصته عن هيرمثور. لو ترك ابن البناء نقطة ضعف به فلن يخبر إلا فريا، ولم أفكر أن أسأل. مهلاً، لما كانت فريا في المنزل؟ انتقلت للعيش معنا؟ أتعلم؟ ركز يا لوكي. Huh?
كان أبي ليحرق هذا بنصاله، لكن ماذا سأفعل أنا؟ ها، قد يساعدني ذلك السحر الموجود على قوسي. ما الذي قاله بروك؟ أوكا، لو جعلت النيران تصل إلى العلايق. ها نحن. سأحتاج زاوية أخرى للنيران. مهلا، أسمع ما يشبه الناس. أساعدك؟ يبدو أنك تائه. أنا أتفقد المكان. حسناً، لا شيء سوى جدار ضخم. أهناك بوابة؟ لا، لست أحد الآلهة، لكن لو من الإيسير لعرفت. أنا؟ لا، أنا من ميدغارد. ماذا؟ لا تمزح، أنا أيضاً، أنا سكولدر. لوكي، مهلاً. الجميع من ميدغارد؟ أجل، أنقذنا الأب الأكبر من الخراب ومنحنا ملجأً، لكن لا ندخل. لن تدخل إلا إن احترفت السحر. أنت لا تحترف السحر؟ أعرف القليل. أجل، ماذا أيسعك اختراق الجدران؟ ليس بعد. ألا يمكن تسلقه؟ ذاك دون عدة؟ لا، ألا تخشى الموت؟ بلى، أقصد انظر إليه. لكن أودن ينتظر. مهلا، تعرف الأب الأكبر؟ أنا مثل تلميذه. أنت تمزح، ماذا يعلمك؟ ليس أكيدا. وعدد تلاميذه؟ لا أعرف. كم ستبقى؟ لا تعرف. حسنا، سأتسلق هذا الجدار. حسناً، علي رؤية هذا. أتريد مساعدة؟ أقدر ذلك، ولكن سأذهب وحدي. أنا لن أتسلق معك. قد أدين لأودن بحياتي، لكن لا أدين له بموتي. لا أقصد أنك ستسقط، تجاهل ما قلت. أكان ذلك هوجن؟ أهو مرشدك؟ من؟ غراب أودن. أتعرف هوجن ومونن؟ إنه مرشد رائع، لكن لن يعرف الكثير عن التسلق. تبدو صالحاً يا لوكي، أنا أتمنى ألا أراك تموت. شكراً، أنا أيضاً. لا تنظر لأسفل، اتفقنا؟ سأنظر لأسفل لأعرف مدى تقدمي. واو، كلمات رائعة، هل أقتبسها؟ كلمات أخيرة ساخرة، لكن ما هذا؟ لا شيء، لا شيء، أنت تبلي. حسناً،
يمكنك فعلها. شكرا سكولدر، ليتك محق. حسنا، يمكنني ذلك، لا بأس، استمر في التسلق. والآن لأين؟ يا هوجن، ما رأيك في أن تمرر الوقت برواية قصة؟ هل لا تفعل؟ أجل، ظننتك ستقول هذا. يافا شبح هنا. أجل، أنا قادم، فلننزل هذه السلسلة. يا أفضل. أتساءل لما لا أسمع أفكارك؟ بالطبع كان أودن يمكنه ذلك. أكنت أنت الموجود في مقصورتنا؟ أنت وأخوك تقريبا. سأعتبرها نعم. شهيق و أجل، لقد تجاوزت الأسوأ الآن. أو لا، أتسمحين لي بالمرور؟ لا، كما تريدين. يافا للحظ. أجل، أعلم، فهمت ذلك. يا أجل، هذا منطقي، أعتقد، لكن علي فعل ذلك بالجانبين. قد ينجح. يا بنا.
نجح. أيقظت أطيافا. أطيافا. إيه، يمكنك الطيران، أفعل ما بوسعي. لا أرى أي اختصارات أخرى، علي التسلق أبعد قليلاً، ربما أبعد كثيراً، لكن وصلت إلى هذا الحد. هاي يا هيوجن، ما رأيك بأن أروي لك قصة؟ يحكى عن عملاق اسمه لوكي، ظن أن قبول دعوة أودن إلى أسغارد فكرة جيدة. إذن اختبر أودن لوكي متوقعا منه أن يتسلق بنفسه جدار هريمثير كله. ماذا فعل لوكي؟ إذن ماذا فعل لوكي؟ وصل التسلق. وصل التسلق فحسب، وأصاب الألم ذراعيه والخضر أصابعه وعانى ليتنفس، لكن لوكي وصل التسلق خطوة تلوة الأخرى طوال الطريق حتى القمة. سأصعد فحسب. حسناً حسناً، فلنتابع. هيا لن نتوقف. هيا. حسناً، يمكنني فعلها، يمكنني فعلها، كنت أصل. مرحبا. أهلا. إذن ما الذي أوحى لك لدى رؤية هذا الجدار؟ أوه، إنه مرحب بالزائرين. كلفت بالمجيء من أودن. الأب الأكبر. عظيم. إذن لما أنت هناك وليس هنا؟ لما لا نسأله معا؟ هل انتهيت؟ الآن ماذا قد يريد الأب الأكبر وملك الإيسير من شخص مثلك أنت؟ هذا بيني وبين أودن. لا إجابة لديك، ها؟ ستسحبني لأعلى أم؟ لا، أظنني لن أفعل. ربما سوف أسقطك. لا 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 لا، سأطيح بك. وداعا. مهلا. فكر في غضب الأب الأكبر حين يعلم بقتلك ضيفه لوكي من اليوتنر. اليوتنر أعداء شعبي. لست عدوك. أنا من سيقرر. من هنا يا لوكي من يوتنار،
هذا بوكو غالاهورن؟ أنت هايمدل؟ بالتأكيد. استمتع كما تشاء بروعة عالم أسغارد، منظر رائع للغرباء خاصة العمالقة. أجل، لما لا تسرق شيئا غير محمين؟ سيثير ذلك إعجاب المستضيفين. هيا اطرح أسئلتك فحسب. كيف علمت أن لدي أسئلة؟ إنه عملي. السؤال ده. ما عملك؟ أحمي العالم الذي أحبه من المشاكل. تعتقد أنني مشكلة؟ لم ترني من قبل. وتمكنت بالفعل من رؤية حماسك لإثبات نفسك، حماس مبالغ فيه، ربما بسبب شخصية الأب الطاغية عليك التي لن ترقى إليها أبدا. تخمين جيد. وأخمن أيضا بأنك عديم الاحترام ومغرور ومتهور. أنت لا تعرفني، أساعد الناس. أنت هنا لمساعدة الناس؟ لا لا، أنت هنا لمساعدة نفسك، للتلاعب والكذب على أي أحد للوصول إلى ما تريد. أعلم أنك صغير، ربما انخفض صوتك أثناء تسلقك. يا لها من روح صغيرة مشوهة تملكها. فأنت فوضى في بذلة رامي سهام أنيقة. أرى فمك يتحرك وأرى مدنا تحترق. لن يحدث أي خير بوجودك في أسغارد. مع ذلك، إذا كنت هنا لمساعدة الأب الأكبر ولا نية لديك للخيانة، هذا يجعل منا حلفاء. قول توبار، من يحبني أكثر؟ من يحبني أكثر؟ واو، هذا مذهل كترويض بالدور للتنين. لم يهتم بالدور بمدى إصابته بحروق شديدة. أفوقهم ذكاء، أتغلب عليهم بعدل. أكلها آلهة إيسير؟ ماذا؟ أعتقد أن جميع الإيسير آلهة؟ لكن أخبرني سكولدر. حسناً، إذا أخبرك سكولدر، أياً كان ذلك الشخص فله السلطة على آلهة إيسير وليس إله الإيسير الذي تتحدث إليه حالياً. بالفعل لا تعلم شيئاً عن ثقافتنا، صحيح؟ أعرف أموراً كثيرة، أعرف عملاقاً بنى الجدار. عملاق؟ بنى الجدار الذي يمنع دخول العمالقة؟ ريمثير ابن تامور، أعرف القصة كاملة. حقاً، لا أطيق الانتظار لتمتعني بروايات الحكايات التحريفية عن تاريخ أسغارد المعماري. أذلك قصر أودن؟ قصر؟ أتعتقد أن الأب الأكبر يحتاج إطراء نفسه كزعماء البشر؟ أعتقد لا. ذلك هو البيت العظيم الذي بناه الأب الأكبر بيديه. آسف إذا كان ذلك قد خيب آمالك. قوة حقيقية، فهمت؟ لا يحتاج التفاخر بشيء، إنها تظهر في الوقت المناسب. ألا توافقني؟ مهلاً! يا غبي، أحضرت لك دمية للتدريب. أنا نذهب لأودن. أترى؟ الأمر هو أن لديك نية فقط، فلن أسمح لك بالاقتراب من الأب الأكبر. من العجب أن يخسر الكوتنر كل حرب حاضر. هيا يا لوكي، هل نرى ما لديك؟ حسنا، كان ذلك مملا. خمن ما التالي. أتريد الأب؟ هذه حركتك المميزة الكبيرة؟
مضحك. أسفل يا فتى. دوراسا! حتى ذلك لم ينجح. أنا حقا هالك الآن. كيف يفعل ذلك؟ لن تمنعني من رؤية أودن. سوف ترى من قبرك. ماذا؟ لا يبدو هذا منطقيا. لم تقترب حتى. هذا كل ما لديك. كيف بقيت حيا كل هذا الوقت؟ هذا كل شيء. هذا كل ما ستريني إياه. أولى أسهم. يا للرعب. واو. علي الإقرار لك يا لوكي، أنا حقا غير منبهر. عليك البقاء منبطحا. عظيم. يكفي هذا. شئت أم أبيت فهو ضيف الأب الأكبر. ظننتني شممت شيئا ما. خطوة أخرى ولن تحب ما سأفعله. حقا. وكيف إذن تنوي ردعي؟ انظر إلى عيني ولتخبرني. أنت رجل مقيت. لوكي، لقد وصلت. أنا حقا لي الشرف. أرى أنك قابلت هايمدل. إنه يقرأ الأفكار لي. الفتى مخادع أيها الأب. هذا الشاب الذي هو ضيفي مغطى بالطين، فلتشرح لي. ينوي أن يخونك. أذلك صحيح؟ أأنت محتال؟ أمازحك بالطبع، ينوي خيانتي هايمدل. وإلا لما قد يأتي؟ أنا لم أجعله يثق بي، ليس بعد، لكن لديه أسئلة مهمة، ولدي كثير من الإجابات له. ما الذي تريده؟ ارحل، هيا. بسرور. وأنت نظف نفسك. أيها الأب الأكبر. سيهافة، هايمدل، هل تهدأ؟ هل قتلي هو أول شيء ستفعله؟ رأيت؟ هذا ليس مقنعاً لك. هيا فلترحل. أعلم أنه يبالغ، حاد التبصر، لكن يغفل التأني والتدبر، صحيح؟ علي الذهاب لمكان ما. سر معي. إذن كيف استقبل والدك قرارك بقبول دعوتي؟ أنا لا أظننا يجب أن نتحدث عن أبي لهذه الدرجة. لا ألومه. ما يسمعه من زوجتي السابقة وموظفي السابق المشتاء لن يكون منصفا بالطبع، لكن أنت مطلع، منفتح العقل، هذا مهم. ميست، تابع العمل، كأنني لست هنا. بصراحة يا لوكي، أنت محظوظ أن عرضي ما زال قائما حتى بعد أن حررت تير. أظن أن قضاء الوقت معه عقاب كاف لك، صحيح؟ على الأقل لم يفقد نمير حسه الفكاهي. لكن عموما هذا كله في الماضي، أود تطلع للمستقبل. مهلا، أريدهم مدربين وليسوا مقطوع الرأس، فلنضربهم تحت العنق فقط، مفهوم؟ هذا ما يحدث أثناء غيابي. الأب الأكبر. الملكة بنار. الإنهريار جاهزون لمباركتك. لهذا أنا هنا، صحيح؟ ها، ملكة جديدة للفالكري. الإنهريار جنود عظماء، لكنهم يخرجون من فالهالا مشوشين نوعاً.
أفعل ما بوسعي من أجلهم لأساعدهم على تذكر من كانوا. هذا مهم، صحيح؟ الإحساس بالهوية يعطي معنى لما نفعل. مونثين نافن روثغار، مونثين نافن دور، مونثين نافن يانا. حسناً، التالي. الكتب، جيد. هذه له. أعلم أنك مولع بالقراءة. هذا عدد قليل من مجموعتي الشخصية. شكراً. يورغن، هل هذه رائحة فطر؟ اسمع، أقدر عرضك، لكني لست متأكداً مما تتوقعه مني. إلى الآن هذه زيارة وحسب يا لوكي، خطوة تلو الأخرى. استعد يا كار. لكن مع احترامي، أريد أن تعرف أني هنا للدراسة لا للخدمة. لا أحتاج خادم آخر، أحتاج شخصاً لديه حافز، فضولي، شخصاً يستطيع المبادرة. يبدو ذلك شهياً، أهو مطحوب؟ لكن لما أنا؟ لأنني نصف عملاق؟ رائع، وكذلك ثور. إيرلند، ابقى مستيقظاً، اتفقنا؟ حسناً، لكن... اسمع، لا تفكر كثيراً، لدي مشروع أعتقد أنك ستهتم به، فرصة كبيرة للتعلم لكلينا. ماذا عن عائلتي وأصدقائي؟ أريد التأكد أنه لن يتأذى أحد. لما عساي أؤذي أحداً؟ كنت أطلب عقد هدنة منذ البداية، إذا كنت تتذكر. أنت هنا الآن، لا تقلق، ستسير الأمور بخير. اقتربنا من حجرتي. غرفتي؟ أجل، هنا لك حرية الذهاب والعودة وأخذ ما تحتاجه وتفقد ما يحلو لك، فأنت لست سجيني، والأهم من ذلك أنا لست والدك. يوجد أمر يستدعي انتباهك أيها الأب الأكبر. سيف، لم ترحبي بضيفنا الجديد، رحبي بلوكي. أهذا هو؟ هنا في منزلنا. أمر رائع. ممثلي الدبلوماسي ميدغارد الجديدة، بخير؟ اللاجئون بخير، يتعلق الأمر بالأقزام، أنت تعرف من عاد. دائما هناك شيء. أترك هذه الكتب، علينا الذهاب لمكان آخر. أكيد. حسناً، أنا هنا. أين هو؟ هو؟ هناك، الأب الأكبر، سيدي. يا قائد، مر زمن، ما المشكلة الآن؟ لا مشكلة إذا كنت تحاول بناء فخاخ موت متفجرة. وافقت على هذه التصميمات بنفسي منذ فترة ليست بقريبة. هل استيقظت برغبة ملحة لإزعاجي؟ من الفتى؟ هل تمرن النشالين؟ أتعلم يا دورلين، رائحة الخمر الرخيص التي تفوح منك هي أجمل سماتك. اسمعوا، إنه أنا، من يمثل اقتصادكم بأكمله. أريدكم أن تعرفوا أنني أثق بكم، أثق بأنكم ستسلمونني هذه الآلات كما وعدتم في الوقت المحدد ضمن الميزانية وبأمان بالطبع. لم يخذلني الأقزام قط، ولن يفعلوا الآن، صحيح؟ جيد. حسناً يا بني، سأدعك. عندما تستعد للعمل ومعرفة الإجابات، قابلني في مكتبي بنهاية الرواق. وغير ملابسك كما شئت.